ضم إلينا من غريان مدير المستشفى الدكتور عبد السلام الشبعاني. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. بداية ألف مبروك افتتاح القسم. بارك الله فيكم. نعم. طيب دكتور، يا ريت حدثنا عن كيفية التجهيز أو كيف كانت عملية تجهيزكم لافتتاح وإعادة افتتاح هذا القسم بعد توقف دام لمدة سنتين أو أكثر. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر قناة النبأ على اهتمامها بهذا المرفق التعليمي الخدمي. تم صيانة قسم الجراحة طبعا بفعل أو بمساعدة أهل الخير في غريان ورجال الأعمال بتاع غريان، هم اللي قاموا بصيانة هذا القسم. القسم تم صيانته صيانة جيدة. العمليات الجراحية بعون الله الأسبوع القادم حتكون اللي استمتع العمليات، وهذا كله بفضل أهل الخير بتاع غريان يعني لا شك. نعم. الجميل ايضا انه هو يعني المستشفى التعليمي خلينا نقوله، ولكن السؤال هنا يعني دكتور عبد السلام، هل في تواجد الكوادر الطبيه والطبيه المساعده؟ ما هي الادوات التي تم توفيرها في المستشفى التعليمي، وما هي وما ينقص ربما هذا المستشفى خلال هذه الفتره او بعد افتتاحه؟ المستشفى تنقص هذه الحاجات لا شك. الكوادر الطبيه والطبيه المساعده الان قوموا ب اجراء عقود مع الاخصائيين سواء كان من طرابلس سواء كان من المدن الثانيه. المعدات والاجهزه طبعا فيها نقص حاد، لان المستشفى تعرض لانتهاكات وسرقه كبيره جدا، شملت النوافذ وشملت المكيفات القطع الداخليه والخارجيه، والان نعيده في البناء وبمساعده اهل الخير طبعا لهم دور كبير في هالشيء هذا، ونتمنى من الله التوفيق ومساعدة الجميع، ونتمنى من وزارة الصحة أن تنظر لهذا المرفق بعين الاعتبار. مستشفى غريان يعتبر من أكبر مستشفيات، من أربع أكبر مستشفيات في ليبيا، ولكن لما الدولة تقارن لي مستشفى غريان بمستشفى في مزة ولا مستشفى في الزنتان ولا مستشفى، هذه كلها يعني غريان 10 أضعافهم من ناحية عدد السكان، من ناحية تقديم الخدمات، من ناحية أنه هو مستشفى تعليمي يضم كلية الطب ويضم كلية الصيدلة ويضم كلية الأسنان ويضم كلية التمريض ويضم معهد التمريض داخله، هذا ما هي كلهم أرقام، وهذه كلها تتلقى في علاجها داخل المستشفى. المستشفى هذا ننظر من الصحة أن تنظر لها في الميزانية أكثر من المستشفيات اللي حواليه كثير يعني. نعم. طيب دكتور عبد السلام، يعني زي ما ذكرت انه هو في نقص وفي بعض المشاكل، ولكن برغم كل هذه الظروف تم الافتتاح، يعني زي ما نقول احنا بعض الاشياء اللي متوفره الان في القسم، هل هي كانت بمساعدات مؤسسه مجتمع مدني، مساعده من البلديه، من وزاره الصحه؟ يا ريت تذكر لنا الشيء هذا. لا، بالنسبة احنا لوزارة الصحة كلها وعود إلى حد الآن، لم تقدم لنا وزارة الصحة أي حاجة إلى حد الآن. المجهودات هذه كلها بمجهودات رجال أعمال غريان وبمساعدة بعض المؤسسات في أن يعني نحصلوا حاجة من سواء كان منشأة سواء كان حاجة، والباقي المعدات فيه المعدات الجراحية اللي هي يقضي بها العمل حاجته موجودة، ولكن نتمنى التطوير ونتمنى احنا قاعدين جهاز سونار يعني ندور به على ثلاث اقسام، لان ما عندناش، كان منتهك ومخنوق. فعندنا نقص حاد في الاجهزه، ولكن بعون الله حتكون الامور افضل حسب المعطيات والمؤشرات سواء كان من وزاره الصحه الوعود، سواء كان من المجلس الرئاسي، سواء كان من البلديه، سواء كان من مؤسسات المجتمع المدني، سواء كان من رجال اعمال غريان. نعم. طيب دكتور عبد السلام، واخيرا يعني اليوم كم يستوعب حاله هذا المستشفى وهذا القسم؟ هل هناك حالات داخل هذا المستشفى او لا؟ لا، الحالات تبدا من الاسبوع القادم اللي واو، تبدا اللي يعني تبدا تقدير... العمليات الجراحيه من الاسبوع القادم. طيب تقديريا يعني كم يستوعب حاله هذا القسم؟ القسم هذا يستوعب 30 حاله، لانه هو فيه ما زال جزء ثاني خاضع للصيانه، لكن الجزء هذا الرئيسي يستوعب 30 سرير، و30 سرير في الجراحه يعتبر رقم لو يعني معقول.